تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعين كما عودناكم دائما نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه عام. إذن أرقام التواصل معنا ونخبركم عنها، ولكن في البداية نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في التنسيق ميرا الغفري، في إعداد هذه الحلقة الزميل حسني البلاونة، في الإخراج عيسى سبيل. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. أرقام التواصل 600-55-1414 600-55-1414. أختبرك أشوفك معايا ولا لا. عموما ورسائل نصية على 4006. أسبوع جميل إن شاء الله، يكون مليء بالإنجازات، مليء بالتفاؤل، مليء بالإيجابية. نتمنى من خلال يعني برنامجنا أن نصل وإياكم إلى المعلومة الجميلة اللي ممكن يعني تخلينا نقي أنفسنا من الأمراض، وأيضا نعزز من المفاهيم الخاصة بالحياة الصحية. عموما نبتدي فقرات برنامجنا مع الفقرة التغذوية. معانا عبر الهاتف الأخت فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير فاطمة. الله يصبحك بالنور السرور أخوي. طبعا. اليوم نتكلم عن الوجبات الخفيفة بين النافع والضار. ايوه. شو بتخبرينا؟ تفضلي. هي الوجبات الخفيفه اللي نقصد فيها اول شيء ان هي الوجبات الخفيفه اللي تكون بين الوجبات الرئيسيه، يعني احنا عندنا وجبه رئيسيه غدا وعشاء وريوق، بين هالوجبات في وجبات خفيفه الانسان دائما في السياره ممكن هو طالع ياخذ لك وجبه خفيفه في الدوام بين الوجبات ما بين الفطور والغداء، فهذه كل ما كانت طبعا صحيه وخفيفه كل ما كانت افضل. طبعا دائما يسالونا شو هي الوجبه الخفيفه، كيف انا بعرفها اذا وجبه خفيفه صحيه ولا لا؟ تعتمد طبعا اول شيء احنا دائما نشوف صحة الإنسان بالوجبات اللي هو يستخدمها وانتقائه للوجبات الأساسية، سواء كانت وجبات خفيفة أو وجبات رئيسية، يعتمد على صحة الإنسان. لكن ظهرت في الآونة الأخيرة انتشار كثير من المطاعم، كثير من الوجبات اللي هي جاهزة، الأطعمة المعلبة ممكن تكون جاهزة، يقول لها هاي وجبة خفيفة، وهو بالنسبة لي تشوفها صغيرة ووجبة خفيفة لكن تكون معلبة صناعيا مثلا، فممكن فيها سعرات حرارية عالية أكثر، ممكن فيها سكريات عالية. فدائما احنا دائما ننصح المرضى ان دائما ناخذ الاطعمه اللي هي تحافظ على الوزن والصحه وفي نفس الوقت استمتاع فيها اثناء تناولنا اياها. طبعا من الوجبات اللي هي الخفيفه دائما اهم شيء او من اهم فوائدها انه ما بين الوجبات تقلل من شعورنا بالجوع الشديد، لدائما الشخص بعد وجبه الفطور تلقاه اذا كان يمارس حياته العاديه سواء او كان في الشغل دائما حركي، فيحس فجاه انه هو حس بشعور بالجوع، فمحتاج حاليا وجبه خفيفه. في هالحاله احنا نقول ركز على الوجبه وانتقائك للوجبه في هالوقت بالذات،
لأن كل ما كانت وجبة معتمدة على سكريات أو معتمدة على أطعمة دسمة أو مقلية، معناته أنا ما استفدت من الوجبة الخفيفة هذه، ممكن أنا ضريت جسمي بالعكس وخذت سعرات حرارية عالية وما حافظت على الوزن بالشكل المناسب. فدائما احنا نقولهم اعتمدوا على الأطعمة اللي هي تشعرنا بالجوع، يعني تشعرنا بأن نقاوم الجوع عن طريق بعض الأطعمة. ممكن أنا أذكرها اللي هو الموز، لأن الموز يعني فيه نسبة عالية من الألياف ومذاقها حلو وسهل، ممكن أنا آخذها بحيث أستفيد منها كمقاومة بالشعور من الجوع. كذلك الشوفان أو أي شيء مصنوع من الشوفان، سواء إضافة لبن أو إضافة حليب معه، لأن نسبة الشوفان الموجودة فيه نسبة عبارة عن حبوب كاملة وألياف عالية تساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وفي نفس الوقت تحسين وظائف الجهاز الهضمي من المشاكل اللي تصير سواء كان إمساك أو أي مشاكل ثانية. عندنا بعد الجزر مصدر جدا حلو بالنسبة للفيتامينات، أمثلة فيتامين ألف، وكذلك خفيف ممكن أنا أستفيد منه ويقلل من حماية الجسم من، يعني في النهاية يعني يحمي الجسم من تخزين السموم والتخلص من الدهون الموجودة في الجسم بسبب اللي هو الفيتامين ألف هذا الموجود فيه. بنفس الوقت شعور الجسم دائما بنضارة في البشرة، فبالتالي مهم أيضا يعني كوجبة خفيفة بين هاي الوجبات. عندنا الطماطم، عندنا السلمون بعد ممكن احتوائه على أحماض أمينية أو أحماض دهنية أساسية، وهاي الأحماض الدهنية مفيدة للجسم، فيها فيتامين أو فيها أوميجا اللي هو أوميجا 3، وهذا الأوميجا 3 بعد مهم لصحة الجسم، خاصة إذا أخذت السلمون بين الوجبات ممكن تكون في أنا استفدت من الأوميجا 3 المفيد للجسم، واستفدت من البروتين الموجود فيه ك يعني بناء لعضلة الجسم، الناس اللي هم الرياضيين أو الأطفال أو اللي في مرحلة النمو مثل الشباب. يعني هاي الأطعمة المفيدة جدا بين الوجبات الخفيفة. جميل، نحن شاكرين لك أستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات القيمة، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. الله يعافيك، الله يعافيك أخوي، مع السلامة. شكرا جزيلا. أنا أيضا أبغي أتوجه كذلك بالشكر الجزيل لإدارة التغذية العلاجية على يعني مواظبتهم دائما معانا في هذه الفقرة الغذائية، اللي حقيقة ردود الفعل عليها من قبلكم مستمعينا جميلة جدا. أيضا تعطينا معلومات وتذكرنا في بعض المعلومات كذلك اللي ممكن نكون غافلين عنها بشكل أو بآخر. فكل الشكر لإدارة التغذية العلاجية على هذا التعاون. في دراسة عندي تقول استنساخ الشعر طريقة جديدة لمعالجة الصلع. يمكن أن تكون بصيلات الشعر في المستقبل قابلة للاستنساخ والاستخدام في وقت لاحق لعلاج الصلع وفقدان الشعر بفضل تقنية تعمل شركة بريطانية على تطويرها. وتتمثل هذه التقنية التي ستكون متاحة خلال العام المقبل في الحصول على بصيلات الشعر من فروة الرأس وتخزينها في مكان خاص لاستخدامها عندما يصاب الإنسان بالصلع أو يفقد كمية كبيرة من شعره. هذه دراسة زينة. يقول لك إضافة إلى ما سبق، سيتم مضاعفة عدد الخلايا في البصيلات الشعرية ليتم حقنها مرة أخرى في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر عندما يبدأ المريض بفقدان الشعر. أنت صلعت ولا بعدك عيسى؟ شوية. هاي الدراسة زينة حقك والله، هاي الدراسة بتحل وايد مشاكل. عموما، على الرغم من أن الأمل بات متاحا للكثير من الأشخاص في العالم للتخلص من الصلع عبر هذه التقنية، إلا أنها لا تزال في طور التجربة ويجب تنفيذها على عدة مراحل، فضلا عن أنها ستكون باهظة الثمن عند بداية العمل بها. وقال الدكتور بسام فارغو وهو أحد مطوري هذه التقنية إن الهدف من استنساخ الشعر هو خلق أكبر عدد من الشعرات التي نحتاجها في أي وقت من الأوقات. وأضاف إن استنساخ الشعر يمكن أن يقدم بديلا فريدا من نوعه لجراحات زراعة الشعر التقليدية ويحدث ثورة في هذا المجال. ويعتقد بأن هذا النظام هو الأول من نوعه الذي يتم تطويره على مستوى المملكة المتحدة والعالم على حد سواء، وفقا لما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية. هذه الأخبار اللي تونس على الصبح، ها
يقول لي واحد من الشباب قال لي انت ما بتحس. قلت له يعني بالعكس، الصلاة احيانا يخلي الواحد وسيم، يعني في مميزات للصلاة، يعني الواحد ممكن تكون هنالك له جاذبية أخرى. يقول لك حتى الأصلع هو أكثر ذكاء، أكثر رجولة، و و و وايد أمور. انزين، فقال لي ما مشكلة، باكر بتصلى بشوف هالكلام هذا بيفيدك في شيء ولا لا. الحين هذه دراسة زينة تقول لك استنساخ الشعر، ليش لا؟ كل شيء جايز، بس المشكلة إن أول ما يطرحون هذه التقنيات، وإن شاء الله بس يعني يوصلوا لها، تنطرح تجاريا، لما تنطرح تكون وايد غالية، يصير الطلب عليها كثير فيرتفع سعرها، بعدها تنزل لأنها بدأت التقنية تاخذ وقتها. إن شاء الله قبل ما نصلي عادة يكونوا مخلصين من هذه التقنية. زين، ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم مستمعينا. عندنا تقنية جديدة في قسم جراحة الأعصاب في مستشفى راشد، بنتكلم عنها إن شاء الله، بتعرفون هذه التقنية وتفاصيلها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نحن قلنا بنتكلم عن تقنية جديدة في قسم جراحة الأعصاب، لكن للأسف الدكتور عبد الله قاسم يعني صار له ظرف على آخر شيء، فاعتذر عن أن يطلع معانا على الهواء، ولكن هذا الموضوع ما نخليه ان شاء الله للايام القادمه، لان هم بداوا يستخدمون يعني جهاز اسمه الملاحه الجراحي هذا في مستشفى راشد. هذا الجهاز الاحدث عالميا في جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، واللي ساهم بشكل كبير في رفع نسبه نجاح العمليات عند المرضى. طيب، يعني احيانا مستمعين، نحن الاطباء عندنا يحصل لهم طارئ وامر معين، فنحن نلتمس لهم العذر دائما ونقول لهم يعني يعطيكم الف عافيه، انتم ما شاء الله عليكم مو مقصرين، اللهم لك الحمد، يعني عندهم الكثير من الامور، فاللي يسوونها عمليات طارئه تطلع لهم بعض الشغلات اللي ممكن الواحد ما ينتبه لها. لكن احب اذكركم ان اليوم يعني يصدر العدد من البيان الصحي مع صحيفة البيان. هذا البيان الصحي كل يوم أحد يطلع مع يعني مع العدد الرئيسي لصحيفة البيان. أنصحكم بشكل كبير أنكم أنتم تطالعون هذا الملحق، لأن فيه معلومات جدا جميلة الواحد ممكن أن يستفيد منها. اليوم نأخذكم في جولة يعني على بعض الشغلات اللي موجودة، يقول لك عن بعض العوامل اللي ممكن أن تؤثر على صحة العظام. الدراسة تتكلم عن تجدد العظام وتكون العظم الجديد وانكسار العظم القديم. يقول لك عندما تكون شابا يكون جسمك العظم الجديد بسرعة أكبر من تكسير العظم القديم، كما تزداد كتلة العظام ويصل معظم الأشخاص إلى ذروة الكتلة العظمية لديهم في قرابة سن 30. بعد ذلك يستمر العظم في إعادة التجديد، ولكن تقل الكتلة العظمية للعظم الجديد بنحو طفيف عن العظم القديم. تعد احتمالية الإصابة بهشاشة العظام حالة تؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها على نسبة الكتلة العظمية التي وصل إليها الشخص عند بلوغه سن 30 ومدى سرعة فقدانه لهذه الكتلة العظمية بعد ذلك. وكلما كانت ذروة الكتلة العظمية أكبر زاد مخزون العظام لديك وقل احتمال الإصابة بهشاشة العظام عند التقدم في العمر. يوجد عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة العظام، على سبيل المثال كمية الكالسيوم في النظام الغذائي، حيث يسهم النظام الغذائي
منخفض الكالسيوم في خفض الكتلة العظمية والفقدان المبكر للعظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. النشاط البدني يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الأشخاص الذين لا يمارسون أنشطة بدنية عن هؤلاء الذين يمارسون أنشطة بدنية أكثر. عندنا دكتور بسام موجود معانا على الخط. ليش خليتني أقرأ الدراسة؟ زي برجع لكم أنا على الدراسة، ما حد خبرني، سامحوني. انزين، المهم دكتور بسام سامحني، انا مشيت في الدراسه. عموما الدراسه فيها بعض المواضيع الخاصه بالعوامل اللي ممكن تؤثر على صحه العظام، ممكن ارجع لها ان شاء الله على حسب وقت الدكتور. لكن هيئه الصحه بدبي ممثله بقسم الامراض الصدريه بمستشفى راشد اليوم الاحد تنظم حمله توعويه بمناسبه اليوم العالمي لمرض السل الذي يصادف 24 من شهر مارس من كل عام، بهدف رفع الوعي المجتمعي حول هذا المرض والتعريف بأسبابه وطرق الوقاية منه. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور محمود، كيف احنا حالك؟ نتكلم عن هذه الحملة، وأيضا اليوم أنا الحلقة ممكن أخصصها لهذا الموضوع بشكل مفصل. دكتور أبغيك أول شيء تكلمنا عن هذا اليوم العالمي، اليوم العالمي لمرض السل، أهميته وأهداف هذه المناسبة. أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين. السل يعتبر من الأمراض اللي في العالم منظمة الصحة العالمية تولي له أهمية، لسبب في السابق محمود كان المرض هذا يقتل ويأفك بحياة ناس وايدين. صح. الآن مع وجود المضادات الحيوية ومع وجود الأدوية الجديدة ومع زيادة الوعي، نسبة المرض قلت بكثير. صحيح. ولكن يظل في حدود 10 مليون مصاب بهذا السل، ومعظمهم من منطقة آسيا، يعني من المنطقة اللي تمتد من باكستان، الهند وجنوب شرق آسيا. إشكاليته إنه ما اختفى، إشكاليته إنه بعده موجود. طيب المستمعين لازم يعرفون حقائق معينة تهم المواطن العادي أو الشخص العادي. نعم. إشكاليتنا أو ما إشكاليتنا، يعني ميزة الدولة إنها منفتحة على العالم بطريقتين. بطريقة إنك أنت بلد نامي اقتصادي، وبالتالي انت فاتح لعمالة تجيك من العالم كله، ومعظم العمالة هذه ما تينا من أمريكا الجنوبية أو من أفريقيا، لا تينا من آسيا، وبالتالي الناس هذيلة قد يكونون حاملين للمرض. هاي الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية أنك انت نقطة ترانزيت وحلقة وصل في أكبر مطار وأزحم مطار في العالم، وبالتالي انت عندك من دبي خطوط طيران تروح الى العالم كله. فهاي القضيه الثانيه. الان مشكله المرض هذا انه اذا الشخص مصاب فيه وكان في مكان مغلق، الاشخاص اللي حواليه ممكن يتاثرون بهذا المرض. طيب انا ما بالناس تخاف، بمعنى كثير حالات تينا البشكارة، يا دكتور ما أدري حصلوا فيها كذا، ما أدري شو نسوي. ما في داعي لأي قلق، لسبب إن أولا المرض يعالج، ثانيا مش كل إنسان ينعدي، بمعنى الإنسان اللي مناعته طبيعية ما بيصير له شيء. أخيرا وليس آخرا، نسبة إصابة المواطنين أو المقيمين من غير الدول الآسيوية تعتبر قليلة جدا 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 جدا، تكاد تكون معدومة بالذات لدى المواطنين. الإشكالية إن نحن عندنا قرار يقول إن إذا كان حد عنده تي بي أو عنده السل يدخل البلد ما ندخله، لكن لو جاء المرض داخل الدولة القرار تغير بأمر صاحب سمو الشيخ محمد
الراشد، وهذا كان قرار صحيح انه لا يقعد ونعالجه. تمام. طيب لكن بما ان الناس لما يكون عندها جهل بطبيعه المرض وبطبيعه القوانين قد يؤدي الى انه يخفون انه يقول انه عندهم المرض، هذا يدخلك محمود في قصه ثانيه. لما انت تخفي المرض ممكن ينعدي ناس اكثر، ممكن ما يتعالج ويصير الى سل مقاوم. فهذا الموضوع يباله تثقيف على المدى العام. اولا اليوم لما انت بتجيب عماله اتاكد في جهاز ان مركز اللياقه الصحيه منتشره سواء عن طريق الهيئه او عن طريق الوزاره، هم يشيكون ويشوفون، وبالتالي هم عندهم قدره كافيه على انه يقول لك في احتمال ان هذا يكون عنده او لا. طيب لو طلع، وهذا السؤال هنا دوم يا دكتور، نحن جبناها ويست ويانا عقب مركز اللياقه قالوا ان فيها لا، مركز اللياقه في الغالب يقول لك ان في احتمال ان ياها من قبل، فما في داعي للخوف. تمام. وبالذات اذا كان بيوتنا الان بيوت واسعه، انت ما تتكلم عن كام في غرفه صغيره ولا كذا، اكثر الاماكن اللي الناس تصاب فيها في السلوي في الحج. الحج انت تقعد في مكان، ممكن باص، ممكن في مكان غرفه مغلقه، ويك حد ما تعرف انت من وين وكذا، فهذا هو. لكن وحده بشكاله يبت عندك انت في البيت وكذا وطلع عنده، ما في داعي للخوف، لانه في الغالب يكون هذا شيء ياهم في السابق. دكتور انا ابغي استرسل في هذا الموضوع، خلني بس افتك من عيسى، اعطيه الفاصل ماله زين ونرجع، لان موضوع وايد مهم، لان في يعني اعداد تكلم عنها منظمه الصحه العالميه في عام 2016، يعني 10 مليون شخص اصيبوا بالسل، توفي من هذا المرض 1,800,000. يعني نحن نتكلم عن نسبة كبيرة، ونتكلم عن شغلة وايد مهمة بسيطة في عملية الوقاية والعلاج إذا ما كنا واعين بهذا الموضوع. فأتمنى من المستمعين تموا معانا، واللي عنده أي استفسار أو أي مداخلة ممكن على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. نحن توقفنا مع الدكتور بسام، كنا نتكلم بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد، تكلم عن مرض السل. اليوم يعني في مستشفى راشد في حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل، اللي قريب يروح ويتعرف هناك على المواضيع وال يعني المعلومات اللي ممكن يعطونا عن هذا المرض، ولكن اللي يسمعنا عبر الإذاعة بعيد ممكن الدكتور بعد بيتحفنا أكثر عن هذا الموضوع. دكتور كنا توقفنا عند موضوع مرض السل وتكلمنا عن بعض الأرقام والإحصائيات، ولكن أنت ذكرت دكتور من الأشياء المهمة أن يجب أن يكون هنالك وعي عن هذا الموضوع، لأنه ممكن قد يتحول مرض السل إلى موضوع قاتل بالنسبة للإنسان. نعم. أي تفضل. يعني من خلال إذاعتكم الموقرة، من خلال البرنامج التثقيفي هذا، نحن نحب إن الناس تعرف عن المرض، إن هذا المرض منتشر موجود في العالم كله. نعم. بالذات في الدول الآسيوية اللي معظم سكان البلد منها هني. ولكن يعالج، وبالتالي الاستقصاء عن شو اللي يصير فيه وكيف أعراضه وشو لازم أسويه هو غرضنا من هاي الحملة. من الجدير بالذكر أن هيئة الصحة في دبي تعتبر تقريبا المركز الرئيسي في الدولة ومن أكبر المراكز في الدولة إذا ما يكون في منطقة الخليج في معالجة السل، بالذات هيئة الصحة عندنا، من ناحية وجود أقسام خاصة فيه بغرف مجهزة للعزل، وبالتالي كل الحالات تحول لدينا من مش بس من دبي، من إمارات أخرى. إضافة إلى أن عندنا مركز المحيصنة اللي هو يأخذ الحالات اللي هي ما تحتاج علاج غير مراقب إنك تأخذ الدواء اللي يسمونها الدوت، وبالتالي هذا واحد تباه مثلا حالته طيبة بس ما يقدر يروح لأن عايش في كامب ولا عايش في كذا، ممكن
ممكن يعدي ولا كذا، هذه خدمة إضافية تقدمها الهيئة وتصرف عليها إن الشخص يتعالج هناك. أيضا عندنا قسم اللي هو معالجة السل اللي هو الـ MDR اللي هو السل المقاومة لجميع الأدوية. فهذا أيضا فيه متخصصين ونقوم بمعالجته. الآن نحن سوينا حملة على مستوى الهيئة، نحن مع مركز اللياقة داخل مستشفى راشد حطينا لوحات تعريفية نكلم فيها الجمهور، نكلم فيها أيضا بعض أفراد الطاقم الصحي اللي بعد لازم يعرفون أنت اليوم بعد اللي تخطر عندك أيضا ممرض ممرضة طبيب أو كذا دخل عليه مريض الحوادث ما يعرف كذا، هذا بعد لازم هو يعرفه. أيضا مركز شو اسمه مركز اللياقة راحوا إلى الليبر كامب إلى مخيمات العمال ويكلموهم بلغات مختلفة، لأن هذه الشريحة اللي أنت تبغاهم يتعلمون. أنا أبا اللي يسمعنا مواطنين وغيرهم يعرفون عن المرض، لكن أيضا أبا الشريحة اللي تصاب بهذا المرض اللي هي العمال وكذا، فأيضا نثقفهم ونعلمهم. وهذا الكلام يصير بلغات مختلفة، العربية الإنجليزية الهندية ماليالم والفارسية. جميل. هذه بشكل عام. نحن يعني تكلمنا عن الخدمات، تكلمنا عن كذا، لكن دكتور ما تكلمنا عن السل. شو هو السل وكيف ممكن الواحد يعالج منه أو يقي نفسه منه؟ طيب، السل هو عبارة عن بكتيريا تدخل الجسم عن طريق واحد كان يكح أمامك، عن طريق يعني انتقال هوائي كان يعطس أو يكح، تمام؟ طيب. ويكون المكان مغلق ما في تهوية، ويكون في قرب للشخص التصاق، يعني مثلا وحدة وزوجها مربية وطفل أم وولدها لفترة طويلة، هذا واحد. اثنين، تكون مناعة الشخص المتقبل نازلة، مثلا الناس اللي عندهم سكر في السكر مش مضبوط، الناس اللي يأخذون كورتيزون، الناس اللي كذا، فمش أي شخص يصاب بهذا يصاب بالمرض. عموما غالبية الناس محمود الجسم المناعي عندنا أو الجهاز المناعي يتخلص منه ويظل ذاكر له، فتسميه حامل للمرض، ما يصير لك شيء. لكن قليل من الناس لضعف المناعة أو لأنه تعرض لحد مريض كان يكح قدامه لفترة طويلة وكذا وكذا يصاب بهذا المرض، فتبتدي تطلع الأعراض. شو هي الأعراض؟ عبارة عن شو؟ كحة، حرارة، تعرق في الليل، تمام، نزول وزن، أحيانا كحة فيها دم أو تضخم في الغدد اللمفاوية. طبعا أمراض أخرى قد تسبب الكلام هذا، لكن لما يجي واحد من جنسية آسيوية في سن 20-21 في الغالب تكون هذا هو. فهذه الأعراض. فاللي تعظم أو راح لمنطقة مثل هناك الهند أو باكستان أو دول آسيوية، ما نحب نسمي الآن لكن بشكل عام دول آسيوية هي اللي ممكن تكون فيها هذه الأعراض. يعتمد كبير جدا على مناعة الشخص. يعني أنا مثلا تعرضت له بس أنا طبيب ومناعتي ليش بحكم عملي تعرضت له، لكن لأن كانت مناعتي لحد ما طيبة فكان عندي ذكرى من، لكن ما يتطور المرض. فمش كل حد يصاب بالمرض، ومش كل حد يتعرض لواحد طافع الدال ممكن يكون عنده المرض. طيب. تمام. ويعني هذه أعراض عامة. طبعا. انزين دكتور، الحين انت ذكرت شغله وايد مهمه، انه ممكن الواحد يتعرض للجرثومه هذه وممكن الجسم يتغلب عليها لكن يكون حامل لهذه الجرثومه. صحيح. هذا شو وضعه؟ طيب، هذا وضعه لما انت تسوي له فحص الدم. يعني اليوم لو انت تفحص الجنسيات الاسيويه منو منهم حامل بيطلع تقريبا مع 70% يمكن منهم. طب هذا اللي تدخلهم البلد ولا هي؟ طبعا تدخلهم لانه ما عندهم اشكالية، تمام. وبالتالي انت كونك انك انت حامل مرض، يعني شو معناه؟ يعني انت تعرضت لشخص وجهازك المناعي اشتغل تمام وقاوم المرض وعنده ذاكره انه هو تعرض هذا المرض، بس انت ما عندك المرض. نحن نخاف من اللي يكون عنده المرض اكتف، يكون عنده المرض قوي نشط، يعني يكون عنده حراره ويكون عند داخل في الرئة والبلغم ماله يكون فيه التيبي.
لكن الحامل ما عندك مشكله فيها، مش مثل حامل هيباتيتس سي وغيره كذا، لان الجهاز المناعي في الغالب 90% منه يتخلص منه وما يصير شيء. طيب. ما يصير يصير له اكتيفيشن او اعاده تنشيط الا لو لا سمح الله الشخص كانت مناعته نزلت وايد لسبب من اوما، قد يكون في خطر عليه. مثلا الناس اللي يصابون بالاتش اي بي الايد ولا كذا، هذا له مناعته تنتقل، لو كان حامل هي يتنشط، لكن الشخص الطبيعي حامل عادي ما بيصير له شيء ولا يعدي حد. طيب اللي مصاب دكتور، يعني ما في حالات ممكن تكون مقاومة للأدوية، ممكن أن يعني ما يتعالجون في هذا الموضوع؟ هل في حالات ممكن تكون وايد صعب علاجها، أو متى ممكن يكون علاج السل صعب جدا؟ شوف في نسبة موجودة من السل اللي هو يقاوم المضادات الحيوية، وهذا له علاج معين ومكلف وخاص. هذا حتى أيضا علاج موجود عندنا موجود هيئة الصحة، الحمد لله الحمد لله، بالأدوية بالأقسام الخاصة فيه وكذا، بس هاي نسبتها قليلة. لكن الإشكالية محمود في اللي يكون عند المرض ويخبيه، فلو أنت خبيته وخفت والله أن الدولة بتسفر، لا بالعكس، تعال الحكومة نحن فاتحين كل شيء تتعالج كذا قبل ما يتطور إلى هذا المقاوم. ممتاز. هذه مسألة مهمة ان نوعي الناس فيها دكتور، لان بالفعل مثل ما انت ذكرت، واحد ممكن يقول لك طيب انا يمكن يسفروني اذا شافوا المرض عندي ولا كذا وغيره. لا، انت الان تذكر ان هذا العلاج متوفر عندنا، وهنالك اوامر سامية من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بعلاج كل شخص موجود في الدولة بهذا الفيروس. العلاج موجود وأيضا متوفر وسهل، الواحد ممكن يتعالج، لكن إذا ما تعالج هنالك بعض الأمور اللي مجانا على فكرة، ومجانا ومجانا. طيب دكتور، أبغي أتكلم هني عن شو أفضل الوظائف اللي نحن ممكن، أو الأشياء اللي ممكن نحن نسويها للتصدي للسل. شو الأشياء اللي البلاد عندنا أو الحكومة قاعدة تسويها في هذا المجال؟ طيب الحكومة الآن مثل ما جميع الدول المتقدمة، ما في حد يدخل عندك وتعمل إقامة إلا لما أنت تشوف أمراض معدية معينة، من ضمنها الـ HIV والـ Hepatitis، بس أيضا من ضمنها السل. والسل حقيقة الحكومة يعني حريصة تماما، حتى لو واحد عنده علامة أنه قد يكون عنده سل في السابق، عشان ما يتنشط هني ما يدخل. فهذا أول شيء. شيء ثاني، مراكز العياقة إذا شكت في واحد عنده تعمل له الفحص الجيني اللي هو يعتبر من أحدث الفحوصات واللي هو مكلف، عشان تتأكد تماما إنه ما عنده سل ولا عنده احتمالية إن يكون سل مقاوم علشان يتعالج. هذا اثنين. ثلاثة، إذا شخص أصيب مثل ما أنا خبرتك إنه العلاج متوفر مجانا، ما بس العلاج، قامت داخل المستشفى مجانا، الأشعة مجانا، كل التحاليل والفحوصات من A to Z، من ألف إلى الياء تماما يتعالج. ليش؟ لأن إحنا يعني واحد حاب أن يمشي مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للسيطرة على هذا المرض. ما بتقدر تسيطر عليه إلا إذا وعيت الناس ووفرت العلاج مجانا. نسبة عنه قليلة. أنا أقول لك بالنسبة لي المواطنين وللمقيمين من غير الجنسية الآسيوية تكاد تكون يعني معدومة إلى قليلة جدا جدا جدا، الحمد لله. تمام. لكن وجود الجنسيات الآسيوية هذا أنت شيء ما تقدر تمنعه، محتاجينه من إحنا. صحيح. أيضا إحنا هذا تحت السيطرة، فهذه كلها إجراءات أكثر من هذه تكون صعب. طبعا إحنا حتى أيضا نحاول نوعي ونحاول نغير القوانين الآن، إن مثلا بعض الناس اللي حتى لو كان عنده شيء سابق دخله، إذا أنت فعلا محتاجه دخل البلد، والجهات الصحية نحن عندنا هنا ممكن تراقبه من فترة كل 3 إلى 6 شهور لما يتأكدون أنه غير معدي. يعني مثلا أفرض مهندس كمبيوتر من دولة معينة أو كذا ولا ومحتاجه، وطلع والله أنه كان عنده سل في السابق. طيب يا أخي، يعني المفروض أنه الآن نحن
في طور نناقش هذا السبب، ان هذا الشخص انت محرم دخله، ونحن الجهات الصحيه مسؤولين الرقم لك يا كل 6 شهور لمده سنتين، ونقول لك انه ما طلع عند المرض وبالتالي ما نشط، وبالتالي بتستفيد الدوله منه. فعلى مجال الاجراءات نحن تقريبا يعني ملتزمين حرفيا باي شيء تقوله منظمه الصحه العالميه. جميل، لأن نحن عندنا الرعاية والوقاية المتكاملة اللي هي تركز على المريض نفسه. أيضا دكتور مثل ما ذكرت في سياسات جريئة أو في أنظمة داعمة ل يعني محاربة هذا هذه العدوى، أو أن يعني التقصي، وأيضا ضمان أن عدم انتشارها. في عندنا العديد من البرامج والأنظمة اللي وضعتها الحكومة اللهم لك الحمد في مجال مكافحة وعلاج هذا المرض. مثل ما ذكرنا العلاج متوفر، ممكن أن يعني شو ما كانت درجاته هنالك علاج، والوقاية دائما نقول خير من العلاج. عشان نركز على مواضيع الوقاية دكتور، خلنا بس نستعرض أهم الشغلات اللي الواحد ممكن يقي نفسه. أحيانا وأنت ما تعرف هذا الشخص الحين في سل ولا ما في سل، لكن في أمور معينة نحن نركز عليها دائما، مو بس الجرثومة تبع السل، لا معظم الجراثيم في أمور لازم نحن نسويها دائما، فنستعرضها مرة ثانية على المستمعين دكتور. طيب اولا احنا نقول ان الانسان دائما يقرا عن المرض هذا، يقرا عن اعراضه. احنا قلنا اعراضه حمى مرتفع شويه، ما تكون مرتفع وايد يعني 38 او غيره، تعرق، نزول بالوزن، كحه قد يكون فيها دم او لا. تمام. اثنين، تجنب الاماكن المزدحمه بالذات في أوقات مثل أوقات الحج العمرة ولا كذا يكون فيها شيء. لو أنت شكيت أن حد يكح قدامك في مكان كان زحمة أو شيء ولا كذا، وهذا بالذات أنا أتكلم عن سفر إلى مناطق معينة مثل المناطق الأسيوية، وبالذات من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، الإنسان يأخذ معاه الماسك. ثلاثة، إذا أنت جبت اليوم خادمة أو مستعمل أو مستخدم عندك أنت وشكيت أن المرض كان عنده، ما في داعي للخوف، لا، أول شيء تتأكد المريض مجرد حامل كان عنده المرض هذا وارد أو عنده المرض حاليا. حتى لو طلع المرض عنده حاليا نسبة إصابتك فيها ما تكون عالية، الغالب الجهاز المناعي بيتخلى منها، ففي أدوية تأخذها وقاية لأنه ما يجيك هالشيء هذا. وإن المراكز الصحية كلها إضافة إلى مراكز اللياقة الصحية عندهم يعني ممكن تستفسر في أي وقت، وإن رقم أرقام في هيئة الصحة تستفسر منها، وفي مصادر أنا بعد منهم أنت تكلمت عن الموضوع هذا. الإنسان لما يبتحث عن أي موضوع في النت لا تشوف حد كتب شيء في إنستغرام ولا في تويتر، لا، روح إلى موقع يتبع جهة حكومية عالمية تتكلم عن مرض معين عشان تأخذ معلومات مستقاة بشكل علمي. صحيح، يعني هذه مسألة وايد مهمة يا جماعة الخير. ترى الحين بعد سبحان الله كل حد مستوي دكتور، وكل حد قاعد يصرف مستحضرات وأدوية وكذا عن طريق النت. عموما دكتور، هل في تطعيمات ضد هذا المرض؟ طيب على مستوى الدولة نحن نعطي في برنامج التطعيم، نعطي البي سي جي اللي هو تقريبا يعطيك حماية بس مش أكيدة. الآن طبعا هذه تعطى لجميع الأطفال. التطعيم التام أبعده في طور البحث وأبعده ما أعلن عنه، ولكن في أبحاث تجرى للتطعيم، لأن الآن التطعيم نحن نعطي الشخص جرثومة تصيب الحيوانات تشبه الجرثومة اللي تصيب الإنسان. ليش؟ على أساس نحفز الجهاز المناعي يتفاعل مع هذا المرض. لها نسبة وقاية معقولة ولكن ليست كافية يعني. طيب ما ذكرنا غسل اليدين دكتور، وايد مهمة هذه مسألة غسل اليدين. يعني دائما هذه نصيحة عامة، أي مرض
تسبب جراثيم، سواء كانت فيروسات أو بكتيريا مثل حالة السل. غسل اليدين هو أفضل شيء تسويه. انتقال أي مرض معدي يتم عن طريق اليدين. شخص سلمت عليه، باب مسكته كان حد، أنا طبعا الحين ما في الناس تخاف تقوم تنظف الأشياء كلها، بس أنا أقصد أنه غسل إيدك في أماكن معينة، أنت ما تتصور كيف انتقال البكتيريا عن طريق أشياء مثل مسكة التليفون، مسكة الباب، مسكة كذا. لذلك غسل اليدين دائما شيء مناسب ودائما شيء وقائي لجميع الأمراض، السل وغيره. صحيح، غسل اليدين دكتور، يعني أحد من الناس ما يعرف يغسل، حط شوية ماي وصابون وكلها تأخذ ثانيتين 3 ثواني وروح، يتعرى عمره غسل يديه بهذا الشكل. لا 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 لا، هو غسل اليدين أنت تغسل وتخلي الماي يمر ما بين الصبوع. إذا ما حصلت الصابون ففي اللي هي المطهرات اللي فيها كحول، هاي ممكن أي حد يشلها حتى تنظف فيها عدل، وتخلي ايدك دلوقتي دي واقفه لين الكحول او الصابون هذا او الماء يجف بروحه، ما تجيب كلكس وتشله، لان هذا بيضيع الاثر اللي انت كنت حاطنه اساسا. صحيح. طيب نحن شاكرين لك دكتور، كلمه اخيره قبل ما نختم معك. والله انا اتمنى لكل الناس الصحه والسعاده، وبمناسبه هذا اليوم يعني اطلب من جميع الناس يقرؤون عن هذا المرض. المرض احنا قد ما نصاب فيه، بس قد نواجه الشخص مصاب فيه، مرض يتعالج. اكبر مرض تواجهه جهلك للمرض. يا سلام، اكبر مرض تواجهه هو جهلك بالمرض. صحيح دكتور، ويعني الانسان دائما عدو ما يجهل. صحيح. طيب شاكرين لك دكتور بسام حبوب، استشاري ورئيس قسم الامراض الصدريه في مستشفى راشد. اليوم الجماعه موجودين للساعه كم؟ موجودين دكتور في الحمله لين الساعة 2:30، إذا كنت قريب مر عليهم، تعرف على الأنشطة اللي مسوينها بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل في حملة توعوية في مستشفى راشد. ممكن تمرون هناك، وأيضا الأطباء ما بيقصرون معاكم، يعطونكم فكرة كاملة عن هذا المرض وكيفية الوقاية وعلاجه. شكرا لك دكتور بسام محبوب على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك يا ميرا الخفلي، كانت معنا في التنسيق. كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، في الإعداد كان معنا حسني البلاونة. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.